الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بنعم لا يحصي لها تعداد، ويسر لنا من فضله وجوده، ورزقنا أمنا واستقرارا حتى أصبح الواحد يسير آمنا لا يخاف إلا الله في جميع البلاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الجواد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خلاصة العباد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإنقياد. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تأملوا نعم الله تترى عليكم آناء الليل وأطراف النهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. تأملوا عباد الله نعمة الله عليكم بدين الإسلام، حيث أنشأكم في بلاد الإسلام في بيئة مسلمة بين والدين مسلمين، منهاجها كتاب الله وسنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. أنشأكم في بيئة مسلمة تقام بها الصلوات ويدعى إليها بالأذان بأعلى الأصوات. أنشأكم في بيئة انصبغت بالسنة والتوحيد وسلمت من الشرك والتنديد، فلم تجد فيها ولله الحمد والمنة قبة على قبر، ولا مشهدا ولا ضريحا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا. وهذه والله أكبر النعم وأجلها وأعظمها. تأملوا ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمن والاستقرار، حتى أصبح الواحد يسافر الأسفار آمناً على نفسه وماله وأهله في الدار. تأملوا عباد الله ما أنعم الله به عليكم من أصناف النعم التي تجبى إليكم ثمراتها من كل مكان: فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف، لعلكم لربكم تشكرون، وسيحاسبكم عليها وعنها تسألون. فمن استعان بها على طاعة المنعم جل جلاله فأولئك هم المفلحون، ومن صرفها في معاصيه فأولئك والله هم الخاسرون. فاشكروا الله على إنعامه ثناءً عليه سبحانه وتعالى، فهو الكريم الجواد، وتحدثًا بنعمائه لافتخارًا بها على العباد، وعملًا بطاعته بفعل الأوامر واجتناب المنكر. فهذه عباد الله الثلاثة هي أركان الشكر. واحذروا عباد الله مما يخالف ذلك، فليس شكر نعمة الله جل وعلا علينا في هذه البلاد بأن تقام الحفلات والأغاني والموسيقى والاختلاطات والتراقص في الميادين والشوارع، وليس من الشكر الازدحامات في الشوارع والطرقات والتضييق على الناس في سبل طرقهم ومعايشهم وأعمالهم. فاحذروا كل الحذر، فكما أن نعمة الأمن إذا لم تشكر أبدلت بالخوف، ونعمة الرزق إذا لم تشكر أبدلت بالجوع. وكذلك إن من أسباب بقاء هذه النعم واستمرارها وزيادتها شكر الله عز وجل بالقلب اعترافاً، ثم العمل بالجوارح بطاعته عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله أيها المؤمنون، واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وأكثروا من ذكره وشكره لعل النعم تدوم عليكم وترحمون. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين لنعمائه، الصابرين على أقداره وبلائه، وجعل ما أنعم به علينا معونة على الخير، ودفع عنا وعن المسلمين كل شر وضير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه،
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه أيها المسلمون. هذه البلاد هي بارقة الأمل للمسلمين في نشر الدين وعقيدة التوحيد، لأنها موئل جماعة المسلمين الأول، وهي السور الحافظ حول الحرمين الشريفين، فينبغي أن تكون كذلك أبدا، فلا يسمح فيها بحال بقيام أي نشاط عقدي أو دعوي مخالفا لمنهاج النبوة الذي قامت به جماعة المسلمين الأولى. إذ الجماعة هنا واحدة، فجماعة لا جماعات، جماعة المسلمين تحت علم التوحيد على منهاج النبوة، لا تتوازعهم الفرق والأهواء والأحزاب. وإن قبول أي دعوة تحت مظلة الإسلام تخالف ذلك هي وسيلة إجهاز على دعوة التوحيد وتفتيت لجماعة المسلمين. فلزاما علينا المحافظة على اللحمة الوطنية ووحدة الصف واجتماع الكلمة تحت ظل قيادة هذه البلاد المباركة، والحرص على تقييم قيم المواطنة لدى الناشئة ليكونوا شركاء في البناء والتقدم في كافة المجالات، وتحصيلهم من الأفكار المتطرفة وتربيتهم على الوسطية والاعتدال. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا مع جماعتكم وولاتكم وعلمائكم، فإن يد الله مع الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بصلاة.